السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مادة التربية الاجتماعية للصف الرابع. بداية سنستذكر ما أخذنا في الحصة السابقة. تحدثنا عن المسؤولية، عرفنا المسؤولية هي الأعمال التي يكلف بها الإنسان ويطالب بأدائها أمام الله وثم أمام المجتمع، يجب عليه القيام بها على أتم وجه، طبعا في الوقت المحدد. أيضا تحدثنا سابقا كيف أكون مسؤول في البيت أو داخل الأسرة. طاعة الوالدين هي أهم شغلة. 2 المحافظة على ترتيب البيت. 3 مساعدة إخوتي في دروسهم، هذا كيف نكون مسؤولين في البيت. وأيضا تحدثنا كيف أكون مسؤوليتي في المدرسة. أولا أحترم معلماتي وأصدقائي، أحافظ على ممتلكات المدرسة وأحافظ على نظافة المدرسة وأجتهد في دراستي. وأيضا تحدثنا كيف أكون مسؤول في وطني، أنه ألتزم بالقوانين اللي بتحطها الدولة وأحترم الحقوق الآخرين وأحافظ على الممتلكات العامة ونظافة البيئة وأسهم في خدمة وطني. اليوم سنتحدث في درسنا اليوم عن العطاء. قبل ما نبلش بالعطاء رح أعرض عليكم فيديو بوضح العطاء. كما شاهدنا في الفيديو أن طفل ساعد أيضا طفل آخر فقير ويحتاج إلى بعض الكساء الكسوة لحتى يلبسها لعدم شعوره في البرد، فأعطاه الجاكيت اللي صنعته له أمه، فهيك أنه ساعده، ساعد الآخرين في أي إشي يستطيع أنه يساعده فيهم العطاء. فأيضا هنا حاطين مثال باختصار أو قصة انه مريم هي طالبة في الصف الرابع، صدمتها سيارة وهي تساعد زميلاتها عبر عبور او على عبور الشارع، دخلت المستشفى. طالبات الصف ارادوا زيارة مريم في المستشفى وايضا زيارة المرضى داخل المستشفى، ووضحت لهم المعلمة شو اهمية الزيارة وانها بتدخل الفرح على قلوب المرضى. فلما شافتهم مريم انه سرت بزيارتهم لها ووزعوا الهدايا على اطفال موجودين ايضا في المستشفى، فشعرت مريم بالسعادة. قبل ما يخرجوا زميلتها نور لاحظت انها حزينة، سألتها ماذا بكي، اجابتها انه كيف رح تدرس البعض ما فاتها من موضوعات في المدرسة. فحكت لها نور انه اكيد هي رح تساعدها عند خروجها بالسلامة، وشعرت مريم بالسعادة وشكرت زميلتها على أنها وقوفهم معها في هذا الوقت. فعادت نور إلى بيتها فرحة وأخبرت والدتها بما عملت بأنها ستساعد زميلتها مريم في دروسها.
هنا باختصار ما الفكرة الرئيسية للقصة؟ باختصار هي مساعدة، ساعدوا زميلتهم، يعني العطاء. العطاء بنقدر نختصره إنها هي كلمة مساعدة. ما أثر الزيارة على مريم والأطفال؟ طبعا شعروا بالسرور والسعادة. كيف أدخلت نور الفرحة على صديقتها مريم؟ إنها وعدتها إنه رح تساعدها بكل ما فاتها من موضوعات في المدرسة. هنا العطاء، العطاء بدنا نعرف العطاء باختصار، يعني بكلمة بسيطة باختصار هي مساعدة، تقديم كل ما تستطيع لمساعدة الآخرين على قضاء حوائجهم. نقدم كل ما نستطيع للآخرين على أنهم يقضوا حوائجهم، يعني باختصار مساعدة. العطاء مساعدة. في هناك نوعين العطاء، عطاء مادي وعطاء معنوي. باختصار العطاء المادي هو شيء ملموس، يعني نقدم مثلا الغني بحس بالفقير، بقدم له كل ما يحتاجه، مال، طعام، كساء، أي شيء محتاجه، شيء مادي، مادي شيء ملموس يقدم له إياه، بيساعده. زي ما شفنا بالفيديو قبل أنه ساعده وعطاه الجاكيت اللي له، أعطى الفقير. ثانيا عطاء معنوي هو يعني سهل، يعني الأغلب سهل عندهم تقديمه للآخرين. ليش؟ لأنه إشي بسيط، الابتسامة في وجه الآخرين هيك عطاء معنوي، ابتسامة في وجه الآخرين أو أخيك، الكلمة الطيبة. كلمة ما بتلاحظوا أنه لما الواحد يحكي أحيانا أنه ارتفعت معنويتي بكلمة من حدا، يعني هالمعنوي، المعنوي هو عبارة عن كلام. ومساعدة أو مساعدة زميلك في الدراسة زي ما فعلت هنا في القصة، ساعدوا زميلتهم في حل الواجبات أو الموضوعات اللي فاتتها. نكمل العطاء للوطن. كيف يكون العطاء للوطن أو كيف بدنا نساعد الوطن؟ أولا ندافع عنه، التضحية من أجله، كما عملوا بعض رجالات الوطن وقواتنا المسلحة، فدوا بأرواحهم وبنفسهم في الدفاع، من أجل الدفاع عن الوطن. وأيضا ما يزال الأردنيون صغار كبار، رجال ونساء، بيقدموا الكثير من أجل الوطن. العطاء ما بيكون بس في وقت الحرب، يكون في كل يوم تستطيع أنت أو الجميع أن يقدم شيء لوطننا. مثلا يوم نشارك في أعمال تطوعية، تنظيف الحي، تنظيف، يعني مشاركة في أعمال تطوعية لحتى تخدم الوطن. أي شيء بنعمله لحتى نخدم وطننا الحبيب.